وبصرنا نرحب بالدكتوره تغريده حمود، اخصائيه غدد سم. صباح الخير اهلا دكتوره، وسهلا. رمضان صباح كريم. النور عليكم كمان، رمضان اهلا كريم وسهلا فيك. على الجميع. اهلا نعم، وسهلا. بالبدايه خلينا دكتوره نحكي يمكن عن صيام لكل حدا مريض سكري، هل فيه يصوم وهذا الشيء صح ولا لا؟ في كثير من الاشخاص هن بيكونوا كبار بالعمر ولكن ما عندهم سكري وبيصروا انهم يصوموا وبيتعرضوا يمكن لاغماءات او مظبوط، لارتفاع مفاجئ او لهبوط مفاجئ في برافو، السكر. مظبوط. هلا هو الحقيقه نحن دائما بنقول انه يعني مرض، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى هو رخص للمرضى الافطار في رمضان. طبعا هذا الشيء بس يعني بشكل اساسي انه المريض يحافظ على صحته، يعني الغايه منه هو انه نحافظ على صحته وسلامته. طبعا نحن فينا بنقول انه طبعا بعض المرضى بيصروا انه لا نحن بدنا نصوم مثل ما قلتي، وهن المرضى سكري طبعا بشكل عام مثل ما قلت انه مفروض انه ما يصوموا، بس في مرضى يعني بيصروا انه نحن بدنا نصوم. الحقيقه ممكن انه الصيام، واغلب المرضى يعني بيقدروا انه يصوموا، بس في شيء نحن دائما نطلبه انه ببدايه رمضان او قبل رمضان انه يراجع طبيبه، بغايه انه مثلا نقيم الوضع الصحي تبعه، قدرته على انه فعلا بيقدر يصوم ولا ما بيقدر يصوم، نحاول انه في حال انه يناقش مع طبيبه في حال اصر انه لا هو رح يقوم يعني يقوم بالصيام خلال رمضان، يناقش نظامه العلاجي اللي بده يتبعه خلال رمضان، نظامه الغذائي، طبعا هي كلها حتى نتجنب انه يوقع بالمضاعفات المرض، سواء مثل ما ذكرتي انه انخفاض في سكر الدم، نقص سكر الدم او ارتفاعه. تمام. هلا نحن يعني بنقول انه في نصائح لازم يتبعها المريض، لازم يتبع ارشادات الطبيب. طبعا هاي النصائح راح اذكر لكم اياها بس بشكل يعني حوالي 9 أو 10 نصائح. تفضلي دكتوره. هلا اولا من ناحيه نحن بنركز تماما على تعدد وجبات الطعام، فنحن بنصر عند مرضى السكري انه يوزع وجباته الغذائيه على 3 وجبات اساسيه في حال انه صام. اولا هي انه وجبه الافطار بتجي بعدها وجبه بعد صلاه العشاء، وجبه السحور. اذا هي 3 وجبات. اذا توزيع الوجبه، اذا بده يعمل وجبه ثالثه، هو مو بس وجبه الافطار ووجبه السحور، رح يكون في وجبه ثالثه بعد العشاء، طبعا ممكن تكون وجبه صغيره. هلا الشغله الثانيه اللي من النصيحه الثانيه اللي بنصر عليها انه نحن نحاول قدر الامكان ناخر السحور لفتره يعني قبل الفجر، قد ما فينا ناخر وجبه السحور. هي بالنسبه لتعدد الوجبات. هلا بنجي على شو هو نمط الغذاء اللي بده ياخده. بنصر نحن انه مثلا خلال وجبه الافطار انه يكون غذائه غني بالحبوب، غني بالخضروات، وغني بالفواكه، لانه هي المواد كثير غنيه بالالياف ومفيده لإله. هي بالنسبه لشو الحصص الغذائيه اللي بده يتبعها وقت الافطار. هلا بالنسبه للسحور، لانه رح يجي بعده فتره صيام طويله، فهون غالبا لازم يكون السحور غني بالنشويات والبروتينات، هذا بيعطيه انه دعم لخلال فتره النهار. بس يفضل يعني عدم الصيام لمرضى طبعا السكري. هلا نحن بنجي شو، طب شو هي الاشياء اللي هو لازم يتجنب انه ياكلها؟ لازم يتجنبوا، خلينا نقول في عنا نوعين من مرضى السكري، في مضبوط بالأدوية أو بالمنظمات، وفي نوع اللي بياخذ الأنسولين. هلأ المضبوط بالأدوية بيقدر يصوم ولا بس المريض الأنسولين هو اللي بيقدر يفطر؟ وخصوصا أنه في أشخاص بيكون يعني عندهم جرعة أو جرعتين، بتختلف طبعا جرعات الأنسولين من شخص لشخص وعمره وسنه وحجمه، قدي هذا الشيء بيأثر ومين فيهم لازم يصوم؟ هلا رح نقول شغله، انه المريض مثلا اللي له مثلا عنده 15 سنه السكري، والمريض اللي عنده ارتفاع ضغط وارتفاع شحوم وعنده اعتلالات مبلشي، عنده مضاعفات السكري، هذا تماما يفضل عدم الصيام، واللي داخل باكثر مره بحالات مرضيه نتيجه السكري، فاذا هذا بننصحه تماما انه ما في صيام. هلا المريض اللي وضعه مستقر ما له زمان معه مرض السكري، بيقدر واعي، بيقدر ياخذ ادويته بانتظام، بيقدر ينتبه على شو مضاعفات السكري وخاصه نقص سكر الدم، فهذا بنسمح له. مثلا المريض اللي غالبا هن مرضى السكري النمط الثاني يلي هن محطوطين على ادويه السكر الفمويه، يعني ما عم ياخذوا انسولين، فمثلا هالمريض يلي عم ياخذ مثلا بيقدر انه يقسم، اذا كان عم ياخذ حبتين باليوم مثلا، حبه مع بدايه الفطور وحبه مع بدايه العشاء، بتصير حبه مع بدايه الافطار وحبه مع بدايه السحور. تمام. اذا كان عم ياخذ حبه بنص وجبه الغداء، يعني بالحالة العادية بتصير هالوجبة الغداء هي الوجبة الثالثة يلي بده يعملها بنص بين الإفطار وبين السحور. طيب تمام؟ بالنسبة للقياس يعني هن بيقيسوا على الريق نحن بننصحهم انه يعملوا
4 قياسات باليوم اللي هي قياس طبعا بالبيت، يعني قياس سكر الدم المنزلي بالبيت بده يقيسه قبل الافطار. طبعا دائما السكر المضبوط لازم يكون تحت ال 180 لل 200، اذا كان فوق ال 200 معناه هذا سكر ما مضبوط، لازم يراجع طبيبه. كمان لازم يعمل قياس قبل السحور، لازم يعمل قياس خلال منتصف النهار. يعني ما لازم، يعني بده يعمل من 3 لـ4 قياسات يوميا. هي اذا مريض السكري اصر انه هو بده يكون بالصيام. هلا المرضى اللي عم ياخذوا انسولين، المرضى اللي عم ياخذوا انسولين كم هلا هن كمان بنقسمهم لقسمين. هلا ممكن مريض عم ياخذ طبعا حسب نوع الانسولين، هلا في مرضى مو بس عم ياخذوا جرعتين، في مرضى ممكن ياخذوا اكثر من جرعه مثلا، عم ياخذوا مديد وخلال النهار عم ناخذ سريع مع كل وجبه. هلا انا هدول صراحه افضل انهم ما يصوموا، لانه المديد هو بناخده قبل النوم، ما له علاقه بالوجبات. هلا المريض مثلا عم ياخذ الانسولين المختلط مثلا بالحاله العاديه عم ياخده قبل الفطور، جرعه قبل الفطور وجرعه قبل العشاء. هلا بتصير الجرعه يلي قبل الفطور يلي هي غالبا الجرعه الكبيره هي بتصير قبل الافطار، والجرعه الصغيره يلي هي بالعاده بياخذها قبل العشاء بتصير قبل السحور. قبل السحور نعم. هلا طبعا نحن هذا المريض يعني حتى فينا بنقول النوعين، بس خاصه المرضى اللي عم ياخذوا انسولين دائما بدنا ننبههم انه خلال فترات النهار وخاصه بعد الظهر انه بده يقلل كثير من النشاط الجسدي، يعني ما بده يجي يتحرك كثير ويعمل رياضه وينزل يشتري اغراض ويرجع، بده يقلل قدر الامكان نشاطه الجسدي لحتى ما يدخل بنوبه نقص سكر دم. تمام. وهلا نحن شو بننصحهم انه خلال هالفتره الصيام يلي بين الافطار والسحور، عفوا بين السحور والافطار النهاري، انه هم بده يكثر كثير من شرب السوائل. تمام. عفوا بالعكس، يعني بين الافطار وبين السحور بده يشرب كثير سوائل، لانه خلال النهار هو هذا بده يكون صايم. هذا الشيء مشان حتى نتجنب التجفاف عنده. تمام. هلا بنقول له كمان انه متى ما حس باعراض نقص سكر الدم يلي هي مثلا صداع شديد، تشوش بالرؤيه، رشفه، تعرق، خفقان بالقلب، انه مباشره بده يوقف الصيام، ما بصير يكابر ويكمل ودغري بده ياخذ سكاكر. نحن دائما اللي بنخاف منه بجوز بنخاف من ارتفاع سكر الدم، بس اللي بنخاف منه اكثر هو نوبات نقص سكر الدم، انه ما بصير ينزل السكر. هي بالنسبه لتوزيع الادويه يعني كيف بدها تكون. هلا هي غالبا اغلب المرضى لازم يكونوا على تواصل مثل ما قلنا، يقوم بزيارته للطبيب او يتواصل معه قبل ما يبلش الصيام. مرحله الصيام مرحله مثل ما قلنا يعني. بده ينظم نظامه العلاجي والغذائي. نعم دكتوره، خلينا نحكي يمكن عند الفطور كثير بتكثر من شرب مشروبات الخاصه برمضان اللي فيها بتحتوي عدد كبير من السكريات وملونات والى اخره، وايضا الحلويات وايضا الدسم في الطعام، ان كان صايم مريض السكري او ما كان صايم، قد ايه هدول بياثروا عليه هدول الاكلات والنقريش؟ مزبوط. هلا نحن دائما يعني بنقول نحن انه تجنب السكريات، طبعا مو بس السكريات اللي هي السكر الابيض، والسكر كمان اللي متخبي، وين هو هذا السكر المتخبي الابيض يلي ضمن العصائر مثلا هدول يلي عم تنباع انه انا هذا عصير طبيعي، لا مو طبيعي، هذا ملونات وسكر منضف له. تمام. فهذا جدا سيء، الملونات تضرب الكليه والسكاكر بتضرب غده البنكرياس. تمام. فاذا احنا بدنا نشرب عصائر، اذا ممكن انه نشرب الماء وهو المفضل، والعصائر الطبيعيه اللي مو مضاف الى سكر ابيض. طبعا احنا يعني ضمن عصائر رمضان الخاصه بشهر رمضان ما في ولا عصير بينشرب لمرضى؟ الماء والعصائر الطبيعيه يعني هذا اللي يفضل. تمر هندي يعني طبعا عصير طبيعي، طبيعي بس مو مضاف له سكر. بس الجلاب لا، لانه الجلاب عم بيكون فيه صناعي اغلبه. إيه هلا هو نحن هيك بننصحهم يعني انه العصائر المحلات هي يلي الصناعيه يلي مثلا انا عصير عم بشتريه من السوق ماني متاكد 100% انه فعلا طبيعي او ما انه منضف له سكر. يعني حتى نحن لما بنكون بالمطاعم نشرب عصير طبيعي عم ينضف له سكر، فدائما بنطلب اني انا بدي عصير طبيعي بس من دون سكر مضاف. نحن اذا بدنا نحسب الحصه الغذائيه من السكاكر لنا كلنا كبالغين هي من 6 لـ7 ملاعق صغيره باليوم، فنحن قديش عم ناكل سكاكر؟ هي بنحطها لكاسه الشاي نحن. تمام. يعني فنحن بننصحهم مثلا مع الافطار انه بشكل عام للمرضى السكري والمرضى العاديين انهم يتجنبوا العصائر المحلات والمياه الغازيه كمان المحلات، ويتجنبوا حتى اذا كانت دايت؟ يعني بنشوف كثير انواع يعني من ايه يعني في شيء انه هو دايت فبيقولوا لك يلا مسموح دايت هذا ما في سكر. يعني اذا اصر المريض بس يعني انا دقته كثير احلى من العادي بيكون. هلا يعني نحن ما بنعرف انه فعلا هالدايت هو شو اللي موجود يعني جواته. طيب الاسبرتام اللي هو السكرين مسموح به؟ هلا السكرين لما نحن بننصحه للمريض، هلا هو شو
إذا فعلا ما عم يقدر أبدا أنه يحذف السكاكر فهو ممكن يستخدمه. يعني مش كمان في إلى عدد معين مثلا في ناس لا ست حبات على الكاسة. هلا هو ممكن حسب ما بيأثر. هلا بجوز هو ما يقدر يشرب إلا إذا كان محلى. ما فيك تحرميه إنه من السوائل. بس ما بيأثر على السكري. هلا نحن طبعا مريض اللي ما بيقدر إنه أنا ما فيني من دون سكر ممكن نسمح له إنه بيستخدم السكرين. السكرين. طيب دكتورة خلينا نحكي عن الطرق الإسعافية بارتفاع السريع للسكر أو انخفاضه. يعني بعد هالأكلات والتخبيص بالأكل خلينا نقول ممكن يصير في ارتفاع مفاجئ أو هبوط مفاجئ. شو هو الإسعافات الأولية يلي بالبيت اللي فينا نحن نعدل من مستوى السكر؟ هلأ نحن مثل ما قلنا الأهم شيء عنا وأخطر شيء عنا هو نقص سكر الدم، واللي هي غالبا رح تصير بالنهار بعد شيء 4 لـ6 ساعات من الصيام. مريض السكري هو مريض جسمه بالأصل بحالة صيام. تمام، مريض السكري هو جسمه بحالة صيام بالأصل لأنه السكر برات الخلايا، السكر ما عم يقدر يفوت. تمام، فنحن لما عم نصوم وعم نتجفف أكثر فنحن عم نزيد هالحالة سوء. صح. فنحن بدل ما نكسر هالحلقة المفرغة عم بتزيد عنا. فنحن دائما بنقول انه متى ما حس باعراض نوبه نقص السكر اللي هي الاخطر نغري يشرب سكاكر، يعني 2 لـ3 ملاعق سكر يشربون. تمام، فممكن بتروح وبده يوقف الصيام، ما بصير يصير اني انا لا بدي اكمل صيامي. تمام، لا لانه نقص السكر ممكن تعمل اذيه دماغيه غير قابله للتراجع، ممكن يصير شلل، ممكن يصير عمى. فاذا نوبات نقص السكر ما في مساومه عليها. هلا ارتفاع سكر الدم لما بيلاقي سكره عم يرتفع فوق ال 200 طبعا هون لازم يراجع طبيبه وياخذ نصائحه، هل يا ترى بيستمر بالصيام او بيوقف الصيام او في تعديل دوائي مثلا. فانا هيك برايي انه نقص سكر الدم لازم يعالجه انيا مع ايقاف الصيام، ارتفاع سكر الدم لازم يراجع الطبيب. اكيد. طيب دكتور النصيحه الختاميه من حضرتك اليوم لكل يلي عم بيتابعنا من مرضى السكري. هلا النصيحه الاساسيه اللي انا بدي اقولها انه نحن لازم يعني وبشكل عام حتى لازم نتجنب كل شيء بيحتوي سكر ابيض. يعني السكر الابيض وكل شيء بيحتوي سكر ابيض. ليش؟ لانه نحن لما عم ناكل السكر الابيض هو عم يعمل ذروه بالارتفاع بالدم ودغري عم ينزل. يعني هو مو سكاكر مديده التاثير. السكر الابيض اذا حاد بيعمل ارتفاع سكر حاد، بعد ما بينزل بيعمل احساس بالجوع سريع. اذا نحن بنحس حالنا دغري بدنا ناكل. بيفضل انه الاعتماد على نظام غذائي بيحتوي الحبوب، بيحتوي الخضار، النشويات المركبه. تمام، وبيحتوي على الفواكه، ممكن الحلويات اللي بتكون غنيه بالسكاكر او حتى غنيه بالشحوم. يعني في مريض بيجي بيقول لك انا ما بدي اكل حلو، والله انا الحلو تبعي ما في سكر بس هو غني بالشحوم، حتى لو كانت كميته ضئيله فهو ضار بالجسم. نعم. ودائما المريض لازم يضل على تواصل مع الطبيب والمعالج. نعم، اكيد. نتمنى الصحه والسلامه للكل. وحتى دكتوره يعني بدنا نختم بجمله، حتى في ظل التصدي لفيروس كورونا عم يقولوا لنا خففوا سكر وبعدوا عن السكر. طبعا. لانه كثير بضر الجسم. نتمنى لك رمضان كريم دكتوره تغريد. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة ولكل النصائح اللي قدمتيها. شكرا لكم.